يبدو بأن الأمور أخطر مما ذكرها العدو الإسرائيلي، والآن يعني يعترف الجيش الإسرائيلي يقول الجيش الإسرائيلي نحقق في سبب الفشل في التصدي لطائرتين مسيرتين في منطقة كبري في الجليل الأعلى. نعم محمد، يعني في الحقيقة ما حدث هو عملية عسكرية من لبنان عبر طائرات مسيرة دخلت إلى أجواء شمال فلسطين المحتلة في عز الاستنفار الإسرائيلي. هذه المسيرات التي حاولت الطائرات الحربية الإسرائيلية إيقافها، حاولت الطائرات المروحية إيقافها، حاولت الدفاع الجوي والقبة الحديدية إيقافها، وأطلقت صواريخ اعتراضية باتجاهها، فشلت الصواريخ الاعتراضية بإصابتها، سقطت الشظايا فوق المستوطنين في تلك المنطقة، ووصلت هذه النيران وهذه المسيرات إلى هدفها وأصابت قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي. هذه القاعدة هي قاعدة مستحدثة. أعتقد بالتحليل بأننا أمام عملية شبيهة جدا بما حدث في الكوش، حيث أن بالكوش كان هناك قاعدة مستحدثة على ملعب تواجد فيها الجيش الإسرائيلي، وكان هناك رقابة لها من قبل حزب الله، واستهدفت مباشرة بمسيرات انقضاضية. نحن أمام عملية بالفعل ناجحة لحزب الله، وأمام يعني استعادة المشهد من جديد بسيطرة حزب الله على الأجواء في شمال فلسطين المحتلة وحريته وقدرته بالتحرك كيفما يريد باتجاه الأهداف. طبعا حتى لحظة حزب الله لم يعلن أي شيء بخصوص هذه العملية. كل المعلومات التي نستقيها هي من مصادر ميدانية ومن الإعلام الإسرائيلي الذي بدأ يتحدث عن أن مسيرة سقطت في قاعدة عسكرية قرب مقبرة نهارية. الجيش الإسرائيلي يقول نحقق في سبب الفشل في إسقاط هاتين المسيرتين، مع العلم بأن هناك استنفار كبير في الجليل الغربي منذ أيام. يعني الإنذارات الخاطئة كانت تسيطر على المشهد لدرجة أننا ظننا بأنه ممكن أن يكون هذا اشتباه آخر وإنذار خاطئ آخر. نعم محمد.